ولكن من فضل حضراتكم او كابتن احمد وبقيه اعضاء اللجنه المتواجدين، من فضل حضراتكم النادي الاهلي، معلش انا هكرر الكلام انا اسف، النادي الاهلي عنده مباراه يوم 17، مباراه نهائيه، من فضلكم لو النادي الاهلي محتاج انه حد يقف جنبه من الاتحاد المصري او من اللجنه الثلاثيه، فاش مشكله لما نرفع السماعه ونتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل. هذا هو دور اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. اتمنى ان ده يحصل خلال الايام القادمه، لانه دور اللجنه